تم دخول استثنائي صراحة، ولكن الحمد لله أنه تلاميذ رام توعية كبيرة جو من البيت بالكمامات بالمعقمات. بالنسبة للمدرسة كذلك كان بروتوكول صحي الحمد لله منظم، كان دخول منظم الحمد لله. بالنسبة لشروط الوقاية كانت كلها كافية الحمد لله. كان دخول استثنائي وهي قمنا بعدة إجراءات منها قيام بالبروتوكول الصحي، قمنا بمخططات داخل القسم، وكذلك في الساحة كان وضعنا ممرات خاصة بدخول التلاميذ واحترام، وطلبنا من التلاميذ احترام المسافة المقدرة ب1 متر ونصف.